كونكتو تونس الحدث. انتقاد تشوش على الجلسة العامة وتشوش على الزملاء نتاعك الكل، باش نطلب منك اما باش تشد مكانك ما كانشي باش تغادر الجلسة. ما غادرهاش، تعال خرجني انا نجيك نخرجك. الشعب حطيني مش انت. لا اخي شبيك يا ودي، فين تحسيب روحك؟ تحسيب روحك دار الشعب. انا نايب دار الشعب. هذه نائب شعب، هكا شعب كلفك باش تفرج على الزملاء نتاعك الكل. اي نعم انا نطلب من الزميل باش يشد مكاني. ماني شاد بلاستيك. شد بلاستيك. ماني شاد بلاستيك. شد بلاستيك. ماني شاد بلاستيك. ما تشد بلاستيك. اي نعم. للمرة الثانية والثالثة. والله انا نبه عليك. ايش تبه عليك؟ هاو نقول لك. الا في حالة واحدة يعرض على التصويت، الغاها من عدمه. والله هذا الكل فيلم. هذا الكل فيلم. فيلم اي فيلم. فيلم. هذه ممثل حر. لا وخاصة طرق قدام الكاميرا. هي يقف وادي. سكرها الكاميرا. سكرها الكاميرا يا ولدي. سكرها. فيلم. فيلم. حرب لي ديني وتقول فيلم. نعلوها الكراسي. نعلت الله على كراسي. يرضوا على تصويت الناس. يقوم بالدستور. سيد الرئيس على فكرة، على مشكلة هذا كلام مفتي الجمهورية.
وكلام هيئات المسلمين الاعلى اللي ما نفقهش في الدين حتى شيء راه يمكن اني احصى واحد في المجلس وما زايد حتى على واحد وما تجيرش بالدين والانتخابات الجايه مانيش مترشح وما يعنيني حتى شيء فهمت اذا نجيه المجلس هذا مره فاته الجايه قول لي رحمك شعبي لكن امور هذه الدستور دستروا ذريه لي وذريه التوانسه الكل الدستور هذا قالوا لي الناس اللي ما نفقهش شيء سيد رئيس الدين راه ولا حتى القران نقرا فيها مكسر بنعرفيش باش ما تقولش لا فيلم ولا تجاره فهمت علماء المسلمين قال لك هذا باطل مفتي الجمهوريه قال لك هذا باطل لا تحطوا فيه بدل تونس الحدث